إذا عقد على الأم ولم يطأها فهل تحرم؟ ولم إيش؟ يقول إذا عقد على الأم ولم يطأها. كيف يطأها بالفتح؟ نعم انطق بها صحيح. ولم يطأها. ها؟ ولم يطأها. يطأها بالجزم. نعم. أحسن الله إليك. ولم يطأها. نعم. فما حكم البنت هنا؟ إذا إيش؟ يقول إذا عقد على الأم ولم يدخل بها. الله جل وعلا يقول وربائبكم اللاتي في حجوركم اللاتي دخلتم بهن اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليه. فإذا خلى بأمها حرمت عليه البنت، وطئها أو لم يطأها، الخلوة التي دخلتم بهن. نعم.